دكتور طه، عودة إلى تقييم هذا العام 2020-2021، وهنا عايز أسأل حضرتك سؤال مهم فيما يتعلق بتقييم النادي الأهلي أو تقييم البطولات اللي بيفوز بيها النادي الأهلي. هل زي ما الكابتن محمد فضل ده بيبقى فيه شوية ضغط أكتر على المدير الفني لما تكون داخل عدد كبير من البطولات؟ أنت واخد بطولة إفريقيا، واخد السوبر الإفريقي، ورايح كاس العالم للأندية، وقبليها جاي من كاس العالم للأندية، زخم كبير، بطولات كتير، ومع ذلك أنت لما بتخسر بطولة الدوري بيحصل ضغوط كبيرة، بيحصل غضب من الجمهور مش راضيين، بعدها بتخسر السوبر المحلي قدام طلائع الجيش في نفس السنة، بعدها بأيام يحصل ضغوط أكتر على المدير الفني، بتحصل ضغوط أكتر كمان على اللعيبة. مش ده فيه شوية ظلم للعيبة وللجهاز الفني لما يكون جايب القدر ده من البطولات الكبيرة وطوع منه بطولة أو بطولتين، ولا هي دي الطبيعة ولازم الناس تبقى يعني تتعامل على هذا الأمر طالما أنه بيلعب في النادي الأهلي؟ هو ده قدر النادي الأهلي، وعلى قد ما هذه الضغوط موجودة على قد ما النشوة بعد ما تحقق الانتصار مع هذه الضغوط الكبيرة صحيح. وبعدين تحقق الانتصار بيبقى انتصار ثمين جدا وحاجة كبيرة جدا، وبيبقى دي عند الجماهير حاجة عظيمة جدا، وتحط في مصاف النجوم الكبار سواء لعيب أو مدرب، فدي نقطة مهمة. ولذلك في فرق ما فيش الضغوط دي موجودة، بتلعب مثلا على مركز في الوسط أو كذا، أنت ما بتلعب على مركز واحد نو واي، ما فيش غيره. أول ما كابتن طه مسكنا مدير فني سنة 86 أول اجتماع كان في أوضة اللبس عندنا، فبعدين بقى كبطها فقال يا جماعة احنا قدرنا انت بتلعبش غير على المركز الأول، بعد المركز الأول انت خسران كل شيء. بالفعل السنة دي خدنا بطولة افريقيا من السجارة الجابوني، نعم، وخدنا الدوري العام وما لعبناش بطولة كاس مصر، نعم، لأن يعني جه في وقت تحضير لدور الثمانية في بطولة. بيكونش في ظلم شوية للمدير الفني؟ في ظلم في ظلم، بس ما بقول لحضرتك حاجة، ما انت عشان تكون مدرب النادي الأهلي دي حاجة كبيرة جدا كمان يعني في المقابل، يعني هي فيها هي معادلة، ما انت ممكن تلعب في الظل مع فرقة يعني بتلعب في الوسط الجدول، تخسر مرة تكسب مرة مفيش مشكلة، وتنام مستريح كل يوم حتى لو خسرت مقبولة من الناس، لكن لما تكون بتلعب وانت مدرب النادي الاهلي فدي قدر كبير ليك، انت قدر كبير ليك، مفخرة ليك، تتحط في تاريخك انك انت دربت النادي الاهلي. فلما يعني هذا يعني يبقى معاه يتلازم معاه انك انت بتكسب كمان، بتبقى حاجة كبيرة ليك كمدرب. كل المدربين في العالم اللي بيدربوا الفرق الكبيره اللي بتلعب على البطولات عليهم ضغوط كبيره جدا، لان نو واي عايز جايب ليفربول، جايب يورجن كلوب عايز يكسب، مش عارف مانشستر سيتي عايز يكسب، وهكذا، فدول عليهم ضغوط كبيره جدا عكس المدربين اللي بيشتغلوا. بس سؤال ابراهيم، بطوله وقعت من خمسه او سته يعني بالظبط، الدنيا بتقوم ما تقعدش ما 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 بيقبلش الجمهور، ما يقبلش يعني جمهور النادي الاهلي عايز كل حاجه يلعبها عايز يكسب فيها، ودي ضغط كبير. بس يا كابتن جمهور النادي الاهلي حتى موسيماني نفسه، كنت شوبير موسيماني نفسه اما جه في الاول تصريحاته، وكنت مستغرب جدا دي تصريحات مدير فني، ان انا اعلم انا جاي فين واعلم بدرب مين، وعارف ان عقدي مرتبط باللي بكسبه، وعارف ان انا كل بطوله لازم اكسبها. اما خسر البطولتين ورا بعض ابتدت طلعت امور ان انا يعني انا عامل انجازات وانا جايب بطولات، هو نفسه صرح التصريح وهو بيكسب، فحس ان ده طبيعي، وهو بيخسر حس ان ده بالنسبه له ظلم. بس الشيء رضا بس الشيء المهم موسي ميتر شمال او يمين على حسب النتائج والبطولات، بالرغم من الضغوط اللي موجوده دي، ان ادارات النادي الاهلي طول عمرها ما مشيتش على خسر مره او خسر بطوله، ما حصلتش، لان الاداره برغم ان كل الطموحات اللي موجوده لدى الاداره واللاعبين والجماهير وكذا وكذا، انما هناك الموضوعيه، موضوعيه ان انا مدرب وجبته عمل انتاج، فالنهارده كسب كام بطوله من كام ماشيه، يعني كسب مثلا ثلاث بطولات من اربعه اوكي ماشيه، انما ربما انديه تانية يبقى بيلعب على بطوله واحده مفيش غيرها، لو خسرها ممكن المدرب يمشي.